تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وأيضا برعاية من دكتور نيوتريشن. هذا البرنامج مثل ما نقول نحن في كل حلقة هي نافذة وإطلالة تطل بها عليكم هيئة الصحة بدبي عبر هذه الإذاعة المميزة لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أرقام التواصل معنا أعزائي المستمعين 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. أيضا مستمعينا يعني نوجه عنايتكم بأن اللي يراجع كل من مستشفى راشد، مستشفى دبي للأمراض الجلدية وعيادات المطار، ومركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز البرشة الصحي، يجب عليهم اصطحاب الوثائق الرسمية اللي هي الهوية الإماراتية، البطاقة الصحية، وبطاقة التأمين الصحي. هذه الأشياء لازم تجيبونها معاكم أعزائي المستمعين على أساس أن تتلقون الخدمة، وهي لمرة واحد عشان التسجيل في يعني برنامج الملف الطبي الإلكتروني الموحد اللي هو برنامج سلامة. سامحوني أنا بطر هاي الورقة بس عشان الصوت يعني ما يكون هذا في رقم تليفون أبغي عيسى يتصل عليه. إنزين، أيضا في عندنا من ضمن الأخبار اللي نحن نقولها في خبر يقول الفراولة تقي من سرطان الثدي. إنزين، الفراولة تقي من سرطان الثدي، حيث أكد فريق دولي من علماء الصحة أن تناول كميات من الفراولة يوميا يخفض من مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي. وفي مقال يعني تم نشره في مجلة ساينتيفيك ريبورتس، قال العلماء أن الفراولة تعتبر من أكثر الثمار الطبيعية فائدة للصحة، ولاحتوائها على الكثير من الفيتامينات ومادة البلوفينول والمواد المضادة للأكسدة التي تخفض من نسبة الالتهابات في الجسم وتساعد في الوقاية من سرطان الثدي. أيضا ترى اللي متوتر من مباراة الكلاسيكو بعد ننصحه يأكل فراولة. إنزين نمر، صبحك الله بالخير، منور يا نمر. فعموما انزين طبعا اوضحوا ان جميع التجارب الاخيرة بينت ان المواد المستخرجة من الفراولة ساعدت بشكل ملحوظ على علاج الأورام السرطانية، كما لوحظ أن معدلات انقسام الخلايا السرطانية وسرعة انتشار الورم في الجسم انخفضت لدى المصابين بالسرطان والذين حرصوا على تناول كميات معينة من تلك الفراولة لمدة يومين أو ثلاثة. وكذلك بينت التجارب التي أجريت في المخابر أن الفئران التي احتوت أطعمتها على 15% من الفراولة انخفضت معدلات وفاياتها بسرطان الثدي بمقدار ملحوظ، كما تنشطت عند إناثها غدد إفراز الحليب. طيب نروح حق السوشيال ميديا، معانا أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا. صباح الله بالخير أسماء. زحمة عندك أسماء، تسمعيني؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. موجودين حاليا نحن في فعالية تكريم فرسان السكري، وهم فرسان التغيير في موقع المكتبة الطبية. أوكي، وحاليا بقول لكم الرسالة الصباحية قبل ما يبدأ حفل التكريم. زين خبرين.
الرسالة هي قد تواجه في حياتك المحبطين والسلبيين، تجاهل أحاديثهم السلبية وابتعد عنها، فهي من تجعلك تضع حدودا لقدراتك. يا سلام، والله ترى الإيجابية معدية والسلبية معدية بعد أسمة، يعني الواحد اللي يخالط إيجابيين بيكون إيجابي بطبيعة الحال، لكن السلبية مرض والإيجابية صحة. يا سلام عليك، صح. أتمنى لكم التوفيق أسمة، أدري أن الفعالية بتبتدي، يعطيكم العافية. نحن كذلك منذكر بهذه الفعالية اللي هي فرسان السكري، صح سموها فرسان السكري. إنزين، في هاي الفعالية بيكرمون المرضى واللي حافظوا على صحتهم كمتعاملين مع مركز دبي للسكري. هم مو بس متعاملين مع مرض السكري، هم اللي قدروا يحافظون على مستوى السكر بعد عندهم. أوكي. وأنهم يعيشون حياة سعيدة مع مرض، تعايشوا مع المرض بشكل مميز. جميل. عيسى يقول ما زقروني، قلت له أنت أكيد أنت يعني مسود وجهك في هذا، ما يا طالع السكري يا نازل، ما مسوي شيء، شو محافظ عليه زي يعني ما علي، أكبر تكريم لك أنك أنت محافظ على صحتك يا عيسى. 6.4 هذا زين، هذا 6.4 اسمه؟ بعد ما وصلت هالليفل ما ادري. يقول لي اشرح، اقول يمكن عندك معلومه انا ما عندي اياها، ما اعرف. يقول لي 6.4. عموما اسمه شكرا لك، ومنتابع ان شاء الله التغطيات اللي بتسوينا على حساب السناب شات وايضا تويتر، لان نحن ماخذين عنك الانستغرام. لا البريسكو شغال. البريسكو شغال، يلا على البريسكو ممكن يشوفها على الفيديو. شكرا لك اسمه الجناحي. ايضا عيسى شوف لي اذا قدرت اتصل بالدكتوره ليلى ممكن ناخذها، اذا ما قدرت نحن ما نرجع ان شاء الله لرسائل الجمهور. لا الحين اذا في مجال، ولا نطلع فاصل، بعد الفاصل احسن. زين، صباحكم الله بالخير، اخوكم نعيم شباروس. نورت يا نعيم، شكرا لك. لكن كثر الفراوله يسبب صداع، إذا كنت تعاني من صداع النصفي، أنا بجاوب على هذه السؤال، عندي خبيرة تغذية بتكون في الحلقة إن شاء الله، بتكلم عن أهمية الفراولة ويعني الشغلات اللي ممكن الواحد يستفيد منها. وأيضا إذا عندكم أي سؤال في التغذية بتكون معانا إن شاء الله، يعني في الاستوديو بيكونوا معانا دكتورة عليا شواب، أخصائيات التغذية السريرية في مستشفى راشد، وأيضا معايا الدكتورة بدرية الحرمي، أخصائي أول طب مجتمع في هيئة الصحة بدبي. بتكلمنا دكتورة بدرية عن مركز الصحة المهنية وفعاليات الهيئة بمناسبة يوم الصحة المهنية العالمية. طيب أشوف الرسائل النصية، أنا هالمايك طالع لي في النص شي، حوليت أنا أبغى أقرأ الرسائل ما بقادر. زين عموما خل نطلع فاصل يا عيسى. زين بعد الفاصل ما تواصل مع السادة المستمعين والعديد من المواضيع. فاصل وراجعين. أرقام التواصل 600-551-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وموجودين على DHA_Dubai، هذا على الانستا لايف، وأيضا على حساب نور دبي في الانستغرام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله صباحكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذن مستمعينا، هناك الكثير من المواضيع اللي مطرحها في حلقة اليوم، ما شاء الله حلقتنا مزدحمة، ولكن في سؤال هنا على المسج يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للتأمين الصحي موظفين والعمال ليش ما عليهم رقابة ولا قالوا بزيادة التأمين من 500 أو 600 إلى 1700؟ لا أنا اللي عارفة أن الباقة الأساسية هي ما بين 550 إلى 750، هذه الباقة الأساسية على حسب الإضافات. يمكن الريال هذا حاط لكم أوبشن زيادة، فراجع العقد مرة ثانية. في كل الأحوال إن شاء الله بتكون لنا حلقة خاصة عن التأمين الصحي قريبا إن شاء الله، ونحول كل الاستفسارات هذه على دكتور حيدر اليوسف. ولكن من التمويل الصحي ما نذهب إلى السياحة العلاجية، ومعانا عبر الهاتف دكتورة ليلى المرزوقي، مدير مجلس السياحة العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك
شاء الله بالنور والسرور اخوي محمود. وايد نستانس يوم نسمع صوتك عشان نحن نحب السياحه ونحب كل شيء له علاقه بالسياحه، فما بالك اذا كانت هذه السياحه سياحه علاجيه. فنبغي نتكلم دكتور، انتم ما شاء الله خلال الفتره الماضيه نشاطاتكم كثيره، فاعطينا يعني نبدا عن مذكرات التفاهم بين هيئه الصحه وريتريت بالم ام جاليري من سوفيتيل. جزاك الله خير اخوي محمود، وانا استانس بعد يوم اسمع حسك، وجزاك الله خير على التعاون المستمر ودعمكم واجبنا دعمكم لنا ما قصرتوا. طبعا نحن قبل اتحدث عن مذكره التفاهم لو سمحت لي اخوي محمود، نحن مجلس السياحه العلاجيه في هيئه الصحه في دبي، حاليا مشاركين في سوق السفر العربي المقام في مركز دبي التجاري في على مدى 4 ايام. طبعا يعتبر سوق السفر العربي من أكبر حدث دولي للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، والمعرض هذا يجذب أكثر من 36 ألف زائر من المتخصصين والخبراء في السفر والسياحة من أكثر من 86 دولة. طبعا الحمد لله نحن موجودين في المعرض هذا وعارضين دبي كوجهة عالمية للسياحة العلاجية، وكان الإقبال الحمد لله كبير، ومستمرين اليوم وكذلك باكر إن شاء الله. وبس أحب أذكر أو أقول للمستمعين بأن هيئة الصحة في دبي مثل في مجلس السياحة العلاجية مسوين نحن سحوبات يومية بعد أخوي محمود. نعم. على اللي شرفنا في المنصة على شو عاطينهم دكتورة شو حاطينهم؟ خبرينا الجوائز. ايه باقات ايفون احمر. ايفون الحمر هذا الجديد ولا شو حاطي لهم؟ لا لا لا، حاطي لهم باقات علاجية لعلاج الأسنان. الباقات هذه مقدمة من عيادة ليبرتي لطب الأسنان. جميل، هذه أغلى من الايفون درهم. ايه بقيمة 6000 درهم. فدي شرفنا ياخذ المعلومات عنا من المنصة. المنصة طبعا موجودة في قاعة رقم 3 على ME 3110. طبعا بالنسبة لمذكرة التفاهم اللي تفضلت فيها أخوي محمود، هيئة الصحة في دبي وقعت مذكرة التفاهم مع فندق ريتريت ام جاليري بي سوفيتيل. طبعا المذكرة هذه تهدف إلى التعاون لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة العلاجية، وكذلك التعاون لاستقطاب 500,000 سائح علاجي إلى إمارة دبي بحلول 2020 من خلال السعي نحو تأمين التسهيلات لزائرين الإمارة بقصد العلاج. وكذلك إن بهذه الطريقة نحن ندعم أوجه الشراكة بيننا وبين شركائنا الاستراتيجيين من أصل من أجل الوصول إلى الهدف اللي ذكرته قبل شوية. طبعا من خلال المذكرة حرصنا على أن نحط السائح العلاجي القادم إلى إمارة دبي بنصب عيوننا، ونقول إن نوفر له الباقات الكاملة اللي تسهل رحلته العلاجية في إمارة دبي، وكذا من خلال أن نقدم له أفضل الأسعار الأسعار التنافسية للإقامة الفندقية في فندق The Palm Retreat، ونقدم له علاجات الاستجمام في الفندق هذا. فكرة الفندق فكرتها مختلفة عن الفنادق الموجودة حاليا، وهذا الفندق يعتبر الأول على في إمارة دبي، بحيث إن الفندق هذا أخو محمود مثل الفندق يعني نقول كل شيء فيه أورجانيك وكل شيء فيه صحي، وطبعا ممنوع التدخين في الفندق، وفي يسوون كورسات للاستجمام وعن طريق المأكولات اللي يقدمونها، وعن طريق كذلك كورسات اليوغا والديتوكسيفيكيشن اللي هم يقدمونها. فنحن قلنا أن إمارة دبي تضيف شيء جديد للخدمات اللي تقدمها للسياح اللي يجون لقصد العلاج، ونقول لهم ممكن بأن يحصلون على الويلنس والصحة العامة والتشيك اب في الفندق، بدل ما نقول لهم روحوا المستشفيات المنشآت الصحية سووا التشيك اب والويلنس، نقول لهم تعالوا الفندق هذا علشان تسوون الاستجمام. ما شاء الله عليك دكتورة، غطيت كل المحاور اللي أنا أبغى أتكلم عنها كالعادة، يعني هذا أحلى شيء فيك أنه من البداية تعطين الزبدة كاملة. لكن دكتورة ما أدري تبغين تختمين اللقاء بكلمة أخيرة تبغين تقولينها؟
جزاك الله خير. نحن طبعا دائما إمارة الضي تبهرنا بالخدمات المتميزة اللي تقدمها للزائرين إلى الإمارة، سواء للسياحة أو سواء بقصد العلاج. والحمد لله الصحة في دبي واكبت المسيرة اللي بدأتها إمارة دبي، وأنا أطلب من المستمعين أنهم يشرفونا على المنصة علشان يسمعون أكثر ونعطي معلومات أكثر عن دي أكسيتشل، تجربة دبي الصحية، العلامة التجارية لإمارة دبي للسياحة العلاجية، وبعد يشتركون معنا في السحب. طيب دكتورة يعني سؤال يقول بس، السلام عليكم، بالنسبة للسياحة العلاجي هل المستشفى تعطيه فيزا زيارة؟ هي نعم، طبعا إمارة دبي تميزت عن الوجهات الأخرى اللي تقدم خدمة السياحة العلاجية، بأن نحن عندنا في دولة الإمارات عندنا تأشيرة السياحة العلاجية اللي ممكن الزائر اللي يبغى الإمارة يحصل عليها عن طريق المنشأة الصحية، وهي سهلة الحصول عليها بمدتها 3 شهور وقابلة للتجديد لفترة مماثلة. طيب شكرا لك دكتورة ليلى المرزوقي، مدير مجلس السياحة العلاجية في هيئة الصحة بدبي. دكتورة شو المسمى العالمي مالك بعد انت ماسكة مجلس عالمي للسياحة شيتي؟ رئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية. رئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية، وانت اول امرأة إماراتية تتبوأ هذا المجلس، صح دكتورة؟ هي نعم. كل التوفيق فخر لنا ولإمارة دبي. صحيح، شكرا لك دكتورة وكل التوفيق ان شاء الله. جزاك الله خير أخوي محمود، شكرا جزيلا. إذا كانت معنا الدكتور ليلى المرزوقي، حين ما ننتقل لموضوع ثاني مستمعين الكرام، الموضوع ما نتكلم فيه عن الصحة المهنية وفعاليات الهيئة بمناسبة يوم الصحة المهنية العالمية. معايا في الاستوديو دكتورة بدرية الحرمي، أخصائي أول طب المجتمع في هيئة الصحة بدبي، وأيضا دكتورة عليا شواب، أخصائية تغذية سريرية في مستشفى راشد. صبحكم الله بالخير، وبطلب منكم تقربون شوي من المايك، أدري طولت عليكم جلسكم الاستوديو معايا من البداية، لكن إن شاء الله استمتعتوا بفقرات الحلقة. أكيد أكيد. طيب ما نتكلم اليوم عن ما أدري أحمد علي داش للسياحة العلاجية كم مدتها؟ عاد سامحني حين راحت الدكتورة، بس هي الفيزا على حسب العلاج يطلعونها. سعد الله أوقاتكم، مستمتع بمتابعتكم من خارج البلاد وجزاكم الله خير. أخوكم خميس ميري، حياك الله يا خميس. الحين الدكتورة ندى، أنت ما جيتي البرنامج، إنزين ما حضرتي معانا، داشت لي على اللايف ومسجات، إذا كان جيتي حضرتي معانا مو بخير لك بدل ما أنت ياس تتابعين البرنامج لايف؟ شو رايكم دكاترة؟ هي صح الصراحة، افتقد دكتورة ندى اليوم. ايه تقول بدرية موجودة على اللايف هالأسبوع ومحمود يكفي ويوفي. جزاكم الله خير، مشكورين. انزين دكتورة، نحن نتكلم اليوم عن الصحة المهنية. في البداية عندنا يوم الصحة المهنية العالمي، خلينا نتكلم عن هذا اليوم، شو الفعاليات اللي موجودة بشكل عام، وأيضا ما نتطرق إلى الجوانب التغذوية في الصحة. أولا صبحكم الله بالخير، وصباحكم سرور وسعادة أخوي محمود وكافة المستمعين لنور دبي. طبعا إحنا يوم بنتحدث عن الصحة المهنية في هيئة الصحة في دبي، نذكر عن عيادة الصحة المهنية اللي افتتحت هيئة الصحة بدبي، وتم تأسيسها لرعاية كافة الموظفين في هيئة الصحة في دبي، واللي هي في بداية بتكون لكافة الموظفين في المراكز الصحية الأولية، وبعدها بتغطي بقية الموظفين في هيئة الصحة. العيادة هذه مكانها موجود في مركز ند الحمر الصحي، تم افتتاحها في تاريخ 28 نوفمبر من 2016، وكذلك تقدم خدمات الصحة المهنية لكافة الموظفين، من الخدمات الفحص المبكر للموظفين، بالإضافة للفحص الدوري، الفحص المهني، بالإضافة لمراقبة صحة الموظفين، الاستشارات الطبية، التحويلات إذا لزم الأمر العيادات التخصصية، كذلك وأهم نقطة التوعية الصحية بأهم المخاطر المهنية اللي تواجه الموظفين في بيئة عملهم، وكيفية سبل الوقاية أنهم يحمون نفسهم، يحمون اللي حوالي، وأنهم يعيشون في بيئة صحية آمنة وسعيدة. كذلك وفي عدة مبادرات عن طريق العيادة هذه، طبعا هاي المبادرات كلها تماشي مع استراتيجية دبي 2016-2020
21، وبالإضافة مثل ما قلنا بعد برامجكم الطيبة هذه ما يعني لكم دور طبعا في نشر التوعية هاي وفي نشر صحيح. المعلومات المهمة واللي المجتمع ممكن يحتاجها. وجودكم أيضا دكتورة لتوعية المستمعين وتوعية الجمهور وايد أمر ضروري. اليوم في بداية الحلقة كنت أتكلم عن الفراولة نتقي من سرطان الثدي، كانت في وايد أسئلة حول هذا الموضوع دكتورة، فخبريني دكتورة علية أول شيء سمعت الدراسة شو رأيت فيها؟ أول شيء نقول صباح الخير للمستمعين والمشاهدين. ثاني شيء الفراولة حالها حال أي نوع من الفواكه الغنية بالأنتي أكسيدنت أو مضادات الأكسدة. فمضادات الأكسدة تلعب دور كبير أنها تقي من أمراض السرطان. فنحن نحفز دائما ونشجع الناس انهم يتناولون مضادات الأكسدة سواء كانت في الفواكه، الفراولة، التوت البري، انواع التوت، وحتى في الشوكولات. جميل دكتورة، عن موضوعنا اليوم الصحة المهنية، يمكن واحد من اهم الشغلات اللي نحن كموظفين نهملها هو موضوع الاكل، التغذية في العمل. يمكن يعني أنا واحد من هؤلاء الناس إنه ما يكون عندي وقت أو المسألة تكون مخربطة بالنسبة لي. للأسف دائما الموظفين آخر همهم أو آخر تفكيرهم شو أكل. بالضبط. أبسط الأمور الماي، يستغنون حتى عن الماي، شرب الماي بحكم شغلهم، إن كان شغل مكتبي إن كان شغل ميداني يهملون أكلهم. فنحن يعني نشجع ونحفز شرب الماء بالذات، إنه يعني نخلي نقول لهم مثلا حطوا لكم كوب ماء أو حتى غرشة ماء قدامكم كل شوي تشربون منها. والأكل لو حتى مثلا وجبات خفيفة، وجبات صغيرة تنحط على المكتب في الدرج أساس تذكر كن أنت لازم تأكل عشان ما تهمل نفسك لآخر الدوام. أنا يعني تني رسالة تقول ما شاء الله طلع عند دكتوريات، أنا تحسبهن مذيعات متدربات صغار ما شاء الله. شكرا على الإطراء. عموما حياكم الله البرنامج بصراحة دكتورة ندى محمود الشيخ الشيوخ، أشكرك والله. هلا محمود، عيسى سبيل، عيسى ما شاء الله عليك طالع لي في اللايف، زاك الله خير. عموما أصل مستمعينا بعد الفاصل أرقام التواصل معنا، اللي عنده أي سؤال حول موضوع حلقتنا اليوم 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وأيضا موجودين معاكم كواليس البرنامج، واللي عنده أي سؤال كذلك بعد على إنستا لايف من خلال موقع نور دبي على الإنستغرام وموقع هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA_Dubai. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا برنامجنا برعاية مركز أو برعاية دكتور نيوتريشن. أرقام التواصل 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. طيب كانت في عندنا مجموعة أسئلة، لكن نذكركم بضيوفنا في البرنامج والاستوديو. معانا الدكتورة بدرية الحرمي، أخصائي أول طب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير مرة ثانية دكتورة. وأيضا معانا الدكتورة عليا شواب، أخصائية التغذية السريرية بمستشفى راشد. أنا عندي مجموعة أسئلة دكتورة قبل ممكن أسأل الدكتورة، نحن نترايق من KFC الصبح عادي ولا لا؟ لا الصبح ولا المساء؟ ما شاء الله على هريوق. عموما عندي سؤال عن المضاد الحيوي، ليش الدكتور يطلب أن نخلص الدواء للآخر رغم أن ما نشعر بتحسن قبل انتهاء المضاد الحيوي؟ شو رأيكم؟ ليش؟ المفروض يخلص الكورس عشان الدواء ياخذ مفعوله. ممتاز. إذا عشان يقتل عشان ما تشتوي بعد مقاومه يعني جميل. عسب ما يرجع المرض مره ثانيه فلازم تاخذ الجرعه كامله، هذا الجمهور ردوا عليه احلى دايت. طيب بالتوفيق.
زين. عموما نرجع لموضوعنا الرئيسي دكتور. نحن نحتفل اليوم بمناسبة يوم الصحة المهنية العالمي. طبعا الهيئة عندها مجموعة من الفعاليات بهذه المناسبة. خبرينا عن هذه الفعاليات اللي تقيمها الهيئة. طبعا يوم الصحة العالمي مثل ما كنا نعرف في تعرف متى يوم الصحة العالمي؟ اليوم لا؟ لا مو باليوم طبعا. هو أسبوع ولا شو؟ 1 مايو يوم الصحة العالمي. طبعا في هنا قصة وحلوة يعني ليش بولي. ليش عندنا يوم الصحة العالمي بولي. أو يوم العمال؟ أنا عارف قصة يوم المرأة بس أيه خلاص هذه كفاية. زين يوم الصحة العالمي طبعا هو بدايته كان في أستراليا، بعدين انتقل للولايات المتحدة الأمريكية. يوم في كان في عمال في ولاية شيكاغو سووا ضرب عن الشغل وطالبوا بتخفيض ساعات العمل إلى 8 ساعات إلى 8 ساعات، وسووا إضراب. وهذا ومن يومها بدأ يوم العمال العالمي، وبدأت كثير من الدول في العالم تحتفل بهذا اليوم وبيوم العمال العالمي في 1 من شهر مايو. 1 مايو طبعا هنا هيئة الصحة في دبي يعني دائما ما شاء الله تجاري هاي الأحداث، ودائما ما شاء الله يعني بتهم بصحة موظفينها وبصحة العمال الموجودين في هيئة الصحة. ومن هالمنطلق في هذا اليوم راح بيكون في أجندة احتفال، منها بيكون في تكريم للعمال، بيكون في إطلاق مبادرة، بيكون في إجراء بعض الفحوصات المجانية للعمال في هذا اليوم، وبعد في بيكون نوع من أنواع التوعية الصحية الخاصة بالشغل أو خاصة بالصحة. ويوم واحد الفعاليات بتكون ولا على مدى؟ لا بتكون فعالية على يوم واحد، على يوم واحد، واحد في 1 من شهر مايو. زي. وهذا هو نفسه يوم الصحة يوم اللي يسميه، لا هذا نسميه يوم العمال العالمي. يوم العمال هذا عارفينه يعني. يوم الصحة المهنية، يوم الصحة المهنية أي يوم؟ يلا عندنا أسبوع الصحة المهنية المفروض احنا اليوم أسبوع. شفتي كيف؟ يعني أنا صح الحين احنا في أسبوع الصحة المهنية اللي قبل يوم العمال. أوكي هلا بنتي علي، نورتي نور دبي. أبوك المحامي على الشواب، ها الوالد يسلم عليك. انزين يوم ان الوالد طرش مسج، خلينا نسألك الحين عن أهمية الصحة المهنية في وقاية أو التغذية السليمة في وقاية وسلامة العاملين. وين تكمن الأهمية في هذا المجال؟ الأهمية تكمن في أن نحن نتجنب ونحاول نجنب الموظفين من البداية من الأمراض المزمنة. في موظفين في بداية عمرهم، مقتبل شبابهم، مفروض في هاي الفترة يهتمون في صحتهم التغذوية، يتجنبون منها أمراض السكر، أمراض القلب، الكوليسترول، بأبسط الأمور إن كانت وجبة أو إن كانت حركة في المكتب. طيب يقول بغيت أسأل الدكتورة سبب ارتفاع معدن المنجنيز في الجسم اللي هو المغنيسيوم. يمكن هي. أبسط سبب يمكن يكون عنده توكسيتي أو تسمم المغنيسيوم، يكون بزيادة الجرعات. هذه لازم يسوي فيها فحوصات نتأكد شو ممكن يكون السبب عشان نعرف كيف نعالجه. طيب الآن أنا ملاحظ أن جلستكم شوية مختلفة، مو مثل باقي الضيوف اللي يرسون. انزين انا اللي اعرفه، انزين اللي انا اعرفه ان ايضا الصحه المهنيه تدخل فيها القعده على المكتب، بعض السلوكيات الخاصه بهذا الموضوع. فابغى اتكلم الحين عن هذا الموضوع بالتحديد دكتوره. هل القعده على المكتب يعني او سلامه العامل الجلسة والمكتب والبيئة اللي حواليه تأثر عليه بشكل كبير ولا لا؟ أي أكيد طبعا. وهذا يدخل في علم احنا نسميه الإرغونوميك، يعني علاقة الموظف وجسم الموظف بالبيئة والسيستم اللي حواليه. إنزين طبعا احنا كموظفين وأغلبية الموظفين في العالم يمكن يقول لك في نسبة طلعت 70% من الموظفين يعني يقضون ساعات طويلة طويلة في وهم قاعدين على المكتب. صح طبعا هاي لها آثار سلبية مثل ما تعرف يعني ديسك ما ديسك وأمراض وكذا يعني وايد. طبعا ارتفاع منها ارتفاع ضغط الدم، ممكن السكري، ممكن بعد آلام الظهر، ممكن في نفس الوقت بعد تسبب
السمنة. ليش؟ لأن معدلات الإيض تكون قليلة يعني بهال لما الواحد يقعد ساعات طويلة، وبالتالي وهذا يؤدي إلى السمنة. ليش؟ مثلا أنا قاعدة ساعات طويلة على المكتب، طبعا أي شيء قدامي باكله، مو بلازم أقوم من على المكتب، فأنا ما بحس بعمري شو أني أكل، سواء كان الأكل هذا صحي ولا مو بصحي يعني. فهذا هالموضوع جدا مهم، بس للأسف في وايد من الموظفين ما عاطين أهمية أو صح. ما بعارفين شو الآثار السلبية اللي ممكن تترتب عليه. فإحنا في البداية إحنا لازم إحنا نوعي الموظفين بهالشيء، نوعي الناس والجمهور إن في أضرار سلبية، في آثار صحية تنتج عن القضاء يعني فترات طويلة على المكتب وساعات طويلة. طبعا وفي سبل للوقاية، هناك في طرق معينة. احنا نتكلم عن موضوع الوقاية دكتورة قبل هذا، بس انت ما دام طرحتي موضوع السمنة ابغي اتكلم هني على مسألة السمنة عند الموظفين، كيف الواحد ممكن يتجنبها، وشو العادات والسلوكيات التي يجب ان يتبعها الموظف لي يعني ما تصير عنده السمنة هذه، خاصة انه سبحان الله الواحد من يعدي 40 تبتدي يعني آثار السمنة وآثار تغير مثل ما قالت الدكتورة نسبة الأيض تبدأ تخف، وهذه تخف مع زيادة بداية زيادة العمر. كل ما الإنسان كبر كل ما نسبة الأيض عنده خفت. فلازم هني يبدأ يحاسب على نوع الأكل اللي يأخذه. في أنواع مثل النشويات السكريات، هذه إذا جسم الإنسان ما حرقها تتحول إلى دهون وفي النهاية سمنة. فعشان كذا لازم يبدون شوي شوي يحاسبون على نوع الأكل اللي يأخذونه، مثل ما قالت الدكتورة أي شيء قدامهم بيأكلونه، هل أي شيء لازم تكون أشياء غنية مثلا الألياف، الخضرة، الفواكه، البروتينات. في الشركات يعني العالمية اللي معروفة، يعني ما أبغى أذكر أسماء، لكن اللي معروفة ببيئة العمل الإيجابية، بيئة العمل الجيدة، دائما ما يحطون فواكه موز، تفاح، برتقال، يحطون قدام الموظفين مع الماي. على هاي عبارة عن رسائل إيجابية. أنت يعني أنا مو بكفاية أني أنا مثلا أقول لك أو مثلا أوصل لك المعلومة، الناس كل الناس عندها المعلومات الكفاية، سواء كان من المجلات أو من الإنترنت أو كل حد عنده، بس هل كل الناس عندهم الدراية أو يعني الإحساس بالمسؤولية؟ طبعا لا. إحنا لو حسينا بالمسؤولية أكيد وعرفنا أن إحنا هذا الشيء هالعادات ممكن تأثر علينا سلبا، إحنا حزتها بناخذ يعني مثل ما يقولون يعني خطوة إيجابية للتغيير. الإرادة. أنا أضحك على رسالة موجودة يتني تقول اللي يشتغل في ضمير ما يحتاج رجيم. والله لا مو بشرط. عموما تذكرين اللي تكلمنا عن المغنيسيوم، زين؟ فتقول دكتوره انا عندي اختي يرتفع عندها المغنيسيوم منذ الولاده ويتجمع في الكبد والراس ويعتبر مرض وراثي وتعبنا ما بعرفين شو الحل، شو تنصحونها؟ لازم تراجع دكتور اخصائي يشوف الحاله احسن. طيب راجعي، ما أدري إذا عندنا في مستشفى راشد. أي ممكن تراجعي مستشفى راشد وتشوفين ممكن يدخلونك عليها. طبعا ما شاء الله الدكتورة علي أنت شعبيتك عالية، أشوف ما كل الفخر بناتنا الدكاترات المواطنات لكم أنتم الاثنين. محمد الشواب يقول إنزين. عموما كنا نتكلم على موضوع سمنة الموظف، زين، وكنا نقول ان المساله تخف بعد هذا، لكن هنالك بعض السلوكيات التي يجب علينا ان نقوم بها. انا اللي سمعته في بعض التمارين واحد ممكن يسويها وهو جالس على المكتب، صحيح؟ خبرونا عن هذه التمارين. تمارين رياضيه، اهم شيء مثلا تحرك الركاب، تحرك ريلك وانت جالس. في تمارين موجوده حتى يعني ابسط المثل، انا اخبر مرضاي في يوتيوب، في تمارين تروم تطلعها من يوتيوب. كيف أنا أروم أحرك جسمي في نفس الوقت أنا جالس. في أشياء نحن الحين نحاول نطبقها في الهيئة، نجيبهم في الويتنج إيريا وغرف الانتظار، مثل السايكل وأنت جالس تحرك ريلك عليها، تكون أنت جالس تنتظر وفي نفس الوقت جالس تسوي نوع من أنواع الرياضة وفي نفس الوقت تحرق. جميل. يقول عمرك شفت عمال بمواقع عمل شغال من 6 صباحا، عامل يعني وخزع عامل في موقع العمل شغال من 6 الصبح في الشارع وعنده سمنة؟
لا طبعا، لا طبعا، لانه يتحرك، لان اللي يقعدون ساعات طويله على المكتب تزيد عندهم السمنه، خاصه في يعني محيط الخصر هذا. فاحنا مثل ما قالت الدكتوره ان هناك في تمارين معينه ما تاخذ وقت، يمكن 5 دقائق، ممكن او اقل عن 5 دقائق، تحطه تمارين للاكتاف، لليدين، للرجلين، للظهر نفسه. وفي نفس الوقت احنا لازم يكون في عندنا عادات معينة. مثلا إذا أنا حبيت أتواصل مع زميلي في الغرفة اللي عدالي أو الطابق اللي فوق، ما في داعي أتصل له أو أني أطرش الإيميل، أسير أمشي. الشيء الثاني يوم وقت بريكي بيب بكل مثلا، ما بيب أكلي وبيلس على المكتب بكل، لا بطلع وبحاول أني أنا أسير مثلا، أمشي أسير أجيب أكلي مثلا، أحاول أمشي كل ساعة لازم أخذ الباركينج فترة. الباركينج والبارك وايد مهم، يعني وقف بعيد وتعال أمشي لو حتى في محيط يعني المكتب أو يعني في الكوليدور مثلا، ممكن واحد يمشي عندنا دواني. عندنا واحد يعني من الموظفين عندنا في الدوام، أنا بذكر اسمه والله، جاسم. جاسم هو طبعا سايق او المندوب في ادارتنا، طبعا متقاعد من الشرطه او الجيش ما ادري، المهم متقاعد عسكري ما شاء الله عليه، يوميا الساعه 6 يا المكتب ويلف لك لفه كامله على الاداره، يوصل لين مؤسسه دبي للاعلام ويمشي ما ادري وين، يوصل لمستشفى راشد، وهذا هذه الساعه ما تخلصها، والمشي العسكريه بعد زين خلصها ورد مره ثانيه للمكتب، قعد بدينا الدوام يوميا على هذا الشكل. ما شاء الله، ما قلنا اخوي محمود هو تغيير، صحيح ان التغيير في البدايه صعب، لكن اذا احنا حسينا بالمسؤوليه هاي خلاص بناخذها كعاده وبنحاول نغير. بيئة العمل تلعب دور، انا اشجعك، انت تشجعين غيري، فكلنا مجموعه نقدر نغير هالشيء. صحيح. انا عندي سؤال، يعني هنا يقول شو الافضل اللي يحرق الكوليسترول في الجسم، المشي ولا الجري؟ المشي نوع المشي، والجري نوع الجري. مشي سريع يحرق، والجري يحرق، الجري مو بأي مشي. أوكي زين، السؤال كم عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميا، وهل فوائد الرياضة تختلف في النهار والحر والعرق ومنها في الليل؟ نحن نحدد السعرات الحرارية على حسب الجسم نفسه، الجسم نفسه وطبيعة العمل، إذا كان مثلا موظف، إذا كان يعني يالس، إذا كان موظف ميداني، هذا كله يعتمد على كتلة الجسم، يعني ما نقدر احنا نحدد كم سعرة حرارية بشكل عشوائي. دكتورة، بالنسبة للشخص في الدوام زين، احيانا ممكن يكون ديكور المكتب، ممكن يكون البيئة اللي حواليه، ممكن تكون مغبرة، ممكن تكون غير نظيفة، هذه كل الأمور يعني الواحد لازم ينتبه، ممكن تأثر على صحته. فعشان شي احنا عندنا الصحة المهنية، الصحة المهنية شو باختصار؟ علاقة العمل بالصحة والصحة بالعمل. احنا ممكن نتأثر بمحيط عملنا، وممكن صحتنا تتأثر سواء سلبا او ايجابا. فاحنا ليش دائما نسعى نقول بيئة عمل صحية آمنة سعيدة؟ ليش؟ لان البيئة هاي تأثر اخر شيء على الانسان او على الموظف هذا. فاذا كانت البيئة هذه بيئة يعني مهيئة من ناحية مثلا صحية، من ناحية إيجابية مثلا، يعني إضاءة مناسبة مثلا، التهوية، وضعية المكتب نفسه، الكرسي، وضعية شاشة الكمبيوتر، هذه كلها بتخفف من المشاكل اللي ممكن يواجهها الموظف خلال يعني أداء شغله أو خلال أوقات دوامه. طبعا على كلام سامح لي، تأثر أهم شيء في النفسية، النفسية تأثر على الصحة، وفي نفس الوقت تأثر على التغذية. التغذية يعني نفسيتك تأثر على كل شيء أنت تسويه في الدوام. وريايل ما عليك منهم، نفسيتهم ترتاح في الأكل. شو ما كانت ارتاح نفسيا بالأكل. وإحنا هذا الهدف منها، إنه هي يعني ارتقاء بصحة الموظفين، سواء كان جسديا، نفسيا، اجتماعيا، عشاء، يعني من كل الجهات، مو بس صحيا. جميل. أنا بس أبغي أنوه إن نحن المستمعين الكرام، نحن بنكون معاكم في العيادة الذكية على طول بعد الحلقة إن شاء الله، نتوجه إلى هيئة الصحة بنبتدي العيادة الذكية، ونفس الموضوع هذا طارحينه، ونفس الضيوف بيكونوا موجودين معانا. اللي حاب يكمل معانا ممكن أنه يتابعنا على حساب هيئة الصحة بدبي اللي في إنستغرام،
لايف ما نطلع، وأيضا من خلال حساباتنا عبر التواصل الاجتماعي. أيضا أسئلة على السريع دكتورة، ومن جاوب على بسرعة لأن ما عندي وايد وقت. الهموم تحرق الدهون، شو رأيك؟ على السريع. هي ولا هيئة المعرفة مسوين قسم رياضي للموظفين، لو كل جهة إدارية تخصص شراتها القسم في مؤسساتها بتلاحظون تأثير هذا على أداء الموظفين ثم المراجعين. أتفق معك تماما. هي الصحة المهنية برنامج، وين نلقى نصايح الصحة المهنية عشان نعممها في دواماتنا؟ ممكن أظني أنتم مسوين نصايح دكتور. تابعنا اليوم على العيادة الذكية. إنزين ما نحط كل النصايح اللي تبغونها. يعطيكم العافية جميعا. أنا مدرسة وأتحرك بس ارتاح يصيبني شد عضلي شديد وساعات ييني في النوم ويستمر فترة طويلة، شو الحل؟ دكاترة مثل ما قلنا كل ساعة لازم تاخذين شوية فترة تمشين شوي أو تتحركين، ما تمين على طول الوقت أو ساعات متواصلة بهذا الشيء. بس إذا الموضوع استمر عندك ممكن تتراجعين الطبيب المختص، لأنه ممكن تكون عندك مشكلة لا سمح الله يعني تحتاج العلاج أو تحتاج يعني صحيح. لتأهيل صحيح. هل السباحة أفضل وأقصى طريقة لعمل رياضة مفيدة لمدة أكثر؟ السباحة ملكة الرياضات. صحيح، ملكة الرياضات في عمل، حتى أخصائية التغذية كلهم يقولون السباحة أحسن شيء. إنزين بس ما أنا عند واحد كان ويانا في الصالة في التمرين ما شاء الله عليه، شوفه كل يوم يسبح دكتورة ساعة كاملة إنزين ويايب هذه الأدوات وكذا، بس بعد مكرش يمكن توه بادي. أنا أشوف الست شهور وهو سيارات بعدها مكرش، ما أدري شو اللي يسوي بالضبط. عموما يمكن أكله غلط. زين وين نلقى نصايح؟ هاي قلنا لكم، أنا طبيبة أسنان أشعر ألم في الظهر عند حمل أي أثقال لمدة تزيد عن الساعة أثناء المشي، حتى حقيبة اليد في منتصف الظهر أو أعلى قليلا ألم أشبه بحارق. نفس ما قالت الدكتورة يعني تتأكد، لازم تروح تراجع دكتور أخصائي. إنزين وايد عندي هموم كل يوم شو أسوي؟ إنزين شكرا على الموضوع حياكم الله. نحن يعني أكاونت هيئة الصحة بس ما نرجع لكم يعني بعد 10 دقائق، فسامحونا 10 دقائق وما نرجع من خلال العيادة الذكية. هل عدم الحركة تسبب خشونة الركبة والصابونة تحركت؟ طبعا تأثر. إنزين هل صحيح أن الجسم يحرق سعرات حرارية كبيرة عند شرب الماء البارد عشان يدفي هذا الماء؟ هذا مفهوم خاطئ، أن الماء البارد يأثر أو الماء الحار يأثر، كل واحد هي. زين إيسا يقول لي مسج، أنا ما ظهر عندي شيء. زين إن شاء الله عمي إن شاء الله. رأي الدكاترة في مستحضرات التخسيس التي يتم الترويج لها على الانترنت؟ لا تاخذ شيء، الله يخليك. احنا نقول دائما ناخذ الاشياء الصحيه والمضمونه، الرياضه والتخفيف، يعني اتباع نظام صحي في الاكل طبعا افضل، ولا تشورات دكتورة افضل من احنا ناخذ المنتجات هاي وما نعرف احنا شو اثارها السلبيه، وخاصه ان في وايد ادويه طلعت يعني واستوت لها دعايه، لكن في النهايه استوت وايد اثار، مجرد ماركتينج هاي. ايوه طبعا. زين هل صحيح أن الجسم هذا قلنا خلاص يعني سامحونا المكرش هذا بسبب تناول المسحوق البروتين الخاص بالعضلات؟ البروتين هو سبب ظهور الكرش لدى الرياضيين بسبب الفات اللي فيه. طبعا هذا يعني خلي حق هذا، لكن خبراء التغذية ما ينصحون في هذه السابلمنت أبدا. كاتبين على هالمنتجات أنه مرخص من الهيئة، أي منتجات؟ هي وهاي المنتجات يرخصونها انه يعني ما في، لا ما يتم ترخيص اذا في منتجات يعني ترخص. ترخص من الهيئه؟ مش الهيئه اللي ترخص، يعني طريقه الاستخدام. أي. متى يستخدمها ومنو يعطيها الادويه هذه؟ لا هي تتكلم على منتجات التخسيس، مستحضرات التخسيس هذه اللي يتم ترويج لها. الهيئه ما مش الجهه اللي ترخص يا جماعه الخير، هذه ترجع لوزاره الصحه وهي المسؤولة عن ترخيص الأدوية. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، اللي حاب يكمل معانا موضوع اليوم نحن متواصلين معاكم عبر العيادة الذكية عبر حسابات هيئة الصحة DHA_Dubai. وفي الختام يعني أنا بس أحب أتوجه بالشكر الجزيل حق ضيوفنا في البرنامج اليوم، دكتورة بدرية الحرمي أخصائية أول طب المجتمع، وأيضا دكتورة علي شواب أخصائية تغذية سريرية مستشفى راشد. شكرا لك عيسى سبيل،
شكرا لك على تفاعلك على الانستغرام بعد معانا، ما قصرت، شكرا لك. شكرا لكم جميعا، وان شاء الله نشوفكم في العياده الذكيه ان شاء الله. نحن متواصلين معاكم ان شاء الله بعد 5 دقائق بنكون على العياده الذكيه. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.